سادس زيارة خلال أقل من 6 أشهر لوزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المنطقة. لكن اللافتة أن إسرائيل أيضا ليست محطة لبلينكين. هل الأمر يتعلق فقط بجهود الوساطة أو الأهداف التي ذكرتها وزارة الخارجية؟ أحييكم وأحيي كل من يتابعنا في هذا الشهر الكريم وأيضا الفريق العامل. أعتقد أن هذه الجولة السادسة نعم للسيد بلينكين في غضون نصف سنة، والتي لا تشمل إسرائيل، لها دلالة. الدلالة أن هناك توتر أمريكي إسرائيلي ولو ضمن التحالف، توتر حول مسألة عملية رفح، حول مسألة وقف إطلاق النار، مسألة المساعدات، الخوف الأمريكي من الوضع الإنساني، التحولات ضمن الولايات المتحدة، الضغط على إدارة بايدن من قبل فريق كبير من ناخبيه. كل هذا يعني يدفع الولايات المتحدة للعمل دوما على الهدنة في ما تبقى من هذا الشهر الكريم. ولذلك هذه الجولة تشمل أولا السعي ومتابعة المساعي المستمرة في مصر وقطر من أجل الوصول إلى ترتيبات الهدنة ووقف إطلاق النار الفوري والإنساني. ومن ناحية أخرى يمكن أن يبحث موضوع البحر الأحمر والأمن وأمن الملاحة الدولية فيه. في الإجمال ما يتكلم عنه بلينكين أيضا هو ما بعد اليوم التالي في غزة، أي مسار السلام والأمن وموضوع حل الدولتين وتركيب هيكل سلام وأمن في المنطقة، لأن هناك عدة دول عربية تجتمع في المملكة العربية السعودية مع السلطة الفلسطينية تحاول أن تبني مقترحا في هذا الاتجاه. ويبدو أن بلينكين أيضا سيتابع هذا الموضوع كما يتابع محاولة وقف القتال. نعم، يعني دكتور خطار، الأمر يتعلق فيما يجري الآن من أحداث، يعني ربما الهدنة لن تتضح ملامحها خلال شهر رمضان، نتحدث ربما عن قرابة 10 أيام من شهر رمضان، وإذا ما أراد الجانب الإسرائيلي أو جانب المقاومة الاتفاق ربما سيستغرق الأمر وقتا أطول. إذن الأمر لا يتعلق بشهر رمضان على وجه التحديد. هل تعتقد بأن ورقة رفح هي التي يضغط بها الجانب الإسرائيلي من أجل إنجاز عملية أو عملية تهدئة أو عملية هدنة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة، ربما ذكرت في البداية بأنها لديها علاقة متوترة، هل هذا حقا يعني علاقة متوترة؟ قبل أيام كانت هناك مكالمة ما بين بايدن ونتنياهو، ربما الأمر لا يشي بتوتر كبير إلى هذا الحد. يعني لا يمكن الكلام عن خلاف أمريكي إسرائيلي بالطبع، لكن نعلم جيدا أن الصلة بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة قبل 7 أكتوبر، وتجاوز بايدن ذلك وأتى واحتضن إسرائيل، لكن على ما يبدو وعده نتنياهو بألا تتجاوز الحرب العام 2023، فإذ بها الآن في الشهر السادس كما قلتم. لا يزال هناك، إذا لم أكن مخطئا، أكثر من 2 أسبوع من شهر رمضان الكريم، وربما الولايات المتحدة تدفع لاتجاه هدنة ولو من جانب واحد، تحاول ترتيب شيء ما. في منطق الأحوال نعم رفح هي الأساس، المساعدات الإنسانية هي الأساس، مسألة اليوم التالي هي الأساس. وفي موضوع رفح كان يحكى عن وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الولايات المتحدة من وزيرين، على ما يبدو هناك خلاف بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، يعني أن هناك نوع من حذر بين واشنطن وتل أبيب حول هذا الموضوع. لكن هناك كلام أمريكي يقول بوجوب الاستغناء عن الاجتياح البري لرفح بعمليات محدودة، عمليات أمنية، وتجنب وقوع خسائر كبيرة. شبح المجاعة يؤرق واشنطن عندما بدأوا بالإنزال الجوي للمساعدات وطرحوا فكرة الممر البحري والميناء البحري، كل هذا لكي يرفعوا العتب. الآن انكشف الموضوع، المجاعة تخيم فعليا، هناك نقص في التغذية، نقص في المواد في كل الاتجاهات، لذلك واشنطن محرجة. ومن خلال عدم زيارة بلينكين إسرائيل إلى إسرائيل هذه رسالة.